السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع مراجعة مقرر شهر أكتوبر اللي إن شاء الله هنمتحن فيه الأسبوع ده إن شاء الله يا ولاد. تعالوا نشوف إحنا في يونت 1 كان عندنا إيه جرامر. نراجع الجرامر الأول. كان عندنا يا شطار قاعدة صم وإني. تعالوا نشوف صم وإني لو جم عندي في سؤال هنعمل فيهم إيه يا سنة خمسة. تعالوا نشوف. أول حاجة هبص على الكلمة اللي بعد القوس، يبقى أول حاجة في قاعدة صم وإني أنا هعمل إيه. ده طبعا شرح مختصر، اللي عايز يشوف الشرح بالتفصيل يدخل على الفيديوهات اللي فيها شرح القاعدة نفسها. احنا هنا بنراجع. هبص على الكلمة اللي بعد القوس يا سنة خمسة، لو لقيتها مفرد يبقى قبل من جوه القوس بقى أنا محتاجة إن أنا أختار أو آن. يبقى لو كانت الكلمة اللي بعد القوس مفرد هاخد أو آن من جوه القوس. طيب إمتى أخد أخد لو هي بادئة بساكن، وأخد آن لو هي بادئة بمتحرك. هختار آن لو الكلمة بادئة بمتحرك، صوت متحرك. يبقى أهم حاجة أنا ببص على الكلمة اللي بعد القوس يا سنة خمسة. مفردة، اوعى حد كلمة مفرد ياخد لها اني او صم، لا المفرد بياخد او ان. طيب تعالوا نشوف لو اللي بعد القوس كان جمع، لو اللي بعد القوس ده كان اسم جمع او اسم لا يعد، هختار ايه في الحالة دي؟ يبقى الاختيار هيكون ما بين صم او اني. يبقى لو اللي بعد القوس جمع او اسم لا يعد هختار من جوه القوس يا صم يا اني. طيب يعني ازاي صم ولا اني؟ اختار انهي واحده فيهم. تعالوا نشوف اصحاب صم مين واصحاب اني مين. تعالوا نشوف ادي صم، اصحاب صم، صم معناها بعض طبعا احنا عارفين. مين بقى اصحاب صم؟ اصحاب صم اول واحده اسمها هاو اباوت، how about، وايه كمان what about، دول للاقتراح وهيكون في هنا علامة استفهام how about و what about، وبعدين would you like وبرضه في علامة استفهام، وcan I have وبرضه هيكون في علامة استفهام. يبقى الأربعة دول أصحاب صم. لو شفت أي واحدة منهم يا سنة خمسة على طول آخد صم، how about أو what about أو would you like أو can I have. طيب مين أصحاب any؟ تعالوا نشوف أصحاب any. any معناها بعض، معناها قصدي أي، any أي. طيب أصحاب any بقى مين؟ قال لي بص يا شاطر أصحاب any اللي أنا هكتبهم لك دول، أول واحدة not، مجرد ما اشوف نط هختار اني. طيب مين كمان؟ قال لي كمان ار، اول الكلام كده، وكمان دو اول برضو الكلام، وكمان از، از وكمان ايه have. يبقى أصحاب any not are do is have، كل الأربعة دول معناهم هل، وهيبقى في آخر الجملة بتاعتهم علامة استفهام. يبقى كل الأربعة دول معناهم هل وآخر الجملة علامة استفهام، are do is have ونط طبعا. طب انا ما لقيتش ولا واحده من دول، ولا نط ولا علامه استفهام، يبقى اختار صم. اي حاجه غير الكل دول اختار صم. طيب خلاص عرفنا دلوقتي اهم حاجه الكلمه اللي بعد القوس. طيب تعال نحل بقى اسئله ونشوف في قاعده اني وصم هنعمل ايه. يلا يا شطار، اول سؤال معايا بيقول ايه حلوين؟ choose the correct word، اختار الاجابه الصحيحه. are there إني، هو هنا جاب لي إني، أنا قلت إني بتيجي مع مفرد نو، يبقى المفرد أستبعده، لأ.
اني بتيجي مع اسم جمع او اسم لا يعد، يبقى انا هختار الاسم الجمع. يبقى اني وصم بيجوا مع اسم جمع او اسم لا يعد، اني وصم بيجي بعدهم يا اما اسم جمع او اسم لا يعد. طيب الجملة التانية، I would like would، وهنا جمع، يبقى اختار ايه طالما شفت would؟ يبقى اختار صم. would من صحاب خاصم اهي would. استني يا ولاد اهي would صاحبة صم. طيب نيجي للي بعده، بيقول لي ايه بعد كده يا حلوين؟ please can I have apple، واحدة بس، يبقى انا هستبعد خالص خالص صم. ليه؟ عشان دي مفرد، هختار ايه او ان. طب اول حرف بقى vowel، يبقى اخد ان على طول، an apple. طيب اللي بعديها I would like pineapples، يبقى انا هستبعد مين؟ ان، عشان دي جمع. would يبقى صم، would صاحبة صم. she would like orange، مفرد، مفرد، برتقانة، واحدة بس، يبقى صم لا. ان او ا بدأ فاول، يبقى اخد ان، فاول يعني حرف متحرك، اللي هما مين المتحركين؟ اي 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 او يو، بدأ الكلمة بأي واحد من دول اخد ان. do you have carrots، اهي جمع، ودو صاحبة مين دو؟ ها مين فاكر؟ مين فاكر؟ طب اوريكوا تشوفوا اهو، دو صاحبة اني، دو صاحبة اني، يبقى انا على طول على طول هختار ايه؟ هختار اني. طيب اللي بعده، هاو اباوت، هاو اباوت بيجي بعدها فيرب بلس اي ان جي، هنقولها دلوقتي، هنخلص دول وهنشرح هاو اباوت ووات اباوت. هاو اباوت بيجي بعدها فيرب بلس اي ان جي. طب انا عندي سم، اهي الجمله الثانيه، هاو اباوت باينج سم، سم قلنا بيجي بعديها حاجه جمع، مفرد ما ينفعش، مفرد ما ينفعش، لازم جمع. طيب اللي بعده، اي وود لايك وود، صاحبه مين؟ صاحبه سم، وهو ده جمع. ار ذير، ار صاحبه مين؟ ار يا شطار، مين فاكر؟ مين فاكر؟ برافو صاحبه اني. نقولهم كمان، صحاب اني ار، نكتبهم هنا، صحاب اني ار ودو واز وهاف ونوت، دول بقى صحاب مين؟ صحاب اني ار ودو واز وهاف ونوت، صحاب اني. طيب نكمل، make sure you eat plant-based diet، ده مفرد، خد he saw castle، مفرد، يبقى هستبعد صم خالص، وهي بدأ بك، ده صوت ساكن، يبقى اخد a castle. would you like some، بعد صم بتيجي حاجة جمع، يبقى bananas. would you like ice cream، ice cream، ودي would صاحبة مين؟ would صاحبة صم. can I have grapes، can صاحبة مين؟ ها صاحبة صم، برافو.